امرئ القيس الكندي. ولد في ديار بني أسد بنجد، ونشأ في قبيلة كندة. وعد النقاد امرأ القيس في الطبقة الأولى من فحول شعراء الجاهلية، هو أول من وقف على الأطلال وبكى واستبكى. تعد معلقته من أفضل المعلقات السبع التي عرفها العرب، وهي من بحر الطويل، وفيها قال: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لمن سجتها من جنوب وشمألي. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسو وتجملي، وإن شفائي عبرة مهراقة، فهل عند رسم دارس من معولي؟ ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. وإن تك قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلبي مقتلي. تسلت عمايات الرجال عن الصبا، وليس فؤادي عن هواك بمنسلي.